أصدقائي كمعلومة عن الحمام. الحمامة هذه اللي أمامنا جالسة على بيضة واحدة فقط، باضت بيضة واحدة إلها يومين تقريبا. الآن في بيضة محشورة بداخلها بدأت تبيضها. الدليل كيف نعرف إنه في بيضة في داخلها أصدقائي؟ هاي معلومة، إنه يكون الذيل هذا اللي وراه مرفوع لفوق والجناحين منخفضات إلى تحت. لاحظوا كيف أصدقائي، شوفوا الآن هذه الحمامة، شايف الجناحين نازلين لتحت من الخلف اللي هو المرفوع إلى فوق. شايفين أصدقائي، هاي معلومة مهمة كيف تعرف إنه في الحمامة لسه في بيض. طبعا باضت بيضة واحدة هي جالسة عليها وبتحاول تقريبا من يومين تبيض البيضة، في داخلها بيضة، والدليل أمامنا إنه في داخلها بيضة. نحاول نساعدها إن شاء الله وننتظر عليها تبيض البيضة الثانية، والذكر طبعا يراقب وينتظر. لكن هاي المعلومة حبيت أفيدكم فيها أصدقائي. يعني بالتحديد يوم ونص إلى تقريبا بيض البيضة الأولى، إلها يوم ونص، ومتوقع بأي لحظة تبيض البيضة الثانية إن شاء الله. بنتابعها أول بأول.